سجل 6 اهداف في الادوار النهائيه السته اللي فاز بها برشلونه بالكؤوس، بينما ميسي سجل 5 اهداف. وباستورا هرب، باستورا باستورا، جول 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 جول. الانوار 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 الباريسيه تحرق النجوم الكتالونيه، كره فرنسيه سان جيرمان فن وشتارة، نجوم تملك كل المهارة. قوم يا ليو، قوم يا ليو من سباتك قوم. باريس سان جيرمان ليس فقط قوة أموال، لا لا لا، البي اس جي كذلك بقوة الرجال سيحقق كل الأمان. كرة سويدية في البداية، أرجنتينية في النهاية، واليسارية لباستوري مثالية مثالية. نار 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 فريق باريس سان جيرمان في هذا المشوار. خافيير باستوري يزور الشباك الكتالونية ويعطي للبي اس جي أجمل أسبقية. صمت رهيب يخيم على مدرجات ملعب الكامب نو بعد التألق لكارلو أنشيلوتي في الوضعية. ليو ميسي أو ليو هرب أو ليو لما يحرك الكرة، وهذا ليو والكرة جول 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 جول. بداية الهيجان لبرشلونة الزمان، كرة كتالونية ذهبية لميسي نجم الكرة الأرجنتينية، لمسات سحرية، إيقاعات عالمية. فرجونون فنون البرصة من أجمل ما يكون. ديفيد فيا 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 يسجل هدف التعادل ويعود بالورقة التعيينية إلى المعاقل الكتالونية. شوف الكرة وهات الصورة، يسارية لليو، التمهيد من فيا والتصويب في الشباك الفرنسية من بيدرو رودريغيز بامتياز. إذا مشاهدينا الكرام، برشلونة يرد الاعتبار في نهاية المشوار.